اخبار اليوم. حاج احمد، امبارح ردا على الالترس الاهلاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمبادره طلب فيها ان هم يختاروا 10 من القيادات اللي موجوده في الالترس الاهلاوي، عشان هيقام لجنه او تشكل لجنه عشان يقعدوا معاهم يعرفوا مطالبهم ويعني يشوف ايه اللي هم محتاجينه الفتره اللي جايه. فايه رايك في الموضوع ده؟ وهل الوايت نايتس نفسه برضو يعمل نفس الموضوع ويشارك في المبادره دي، ولا ايه رايك؟ ما طبعا يعني الكلام ده جميل جدا بالنسبه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان هو بيتكلم بيقول هو ما ذكرش برضه قال لك الاهلي، بس هو يعني الالترس والزمالك نفس الشيء، يعني برضه يعني هو بيتكلم على شباب الالترس العامه، يعني برضه رد الفعل اللي حصل، ان احنا برضه لينا يوم 8 برضه زي ما انا قلت لحضرتك. فانا ده طبعا يعني حاجه كويسه جدا ان احنا نقعد مع رئيس الجمهوريه والراجل يتواصل معانا، وهو يعني ملم بكل حاجه وعنده خلفيه لكل حاجه، تمام؟ فهو ملم بالحاجات دي والمشاكل بتاعتنا. فطبعا احنا لما نقعد معاه، المفروض القعده دي كانت حصلت من بدري، يعني من اول ما نجح وربنا وفقه، وكان المفروض دي الكلام ده من فتره حصلت، بس طبعا مع الاحداث اللي حصلت فهو بيتكلم ان هو مثلا نحضر، فدي حاجه عاديه يعني. المطالب اللي هتكون موجوده لما انتوا تقعدوا مع رئيس عبد الفتاح السيسي، المطالب اللي هيطلبها الوقت نايتس؟ طبعا احنا لينا مطالب كتيره، يعني مش كتيره، احنا المطالب اللي احنا بنقول يعني اول حاجه مثلا المطالب بتاعتنا الناس اللي محبوسه دي اللي هتخرج، قواضي من ايام الثوره وبيحاسبونا عليها، يعني كان كل واحد بيمشي مثلا مع هنا، اللي فيه مش مع حمدين صباحي، اللي فيه مش مع مرسي، اللي فيه مش مع احمد شفيق، فكل واحد وهو الشخصيه. فانا بنتحاسب على حاجات قديمه، ايام الثوره، ايام الميغا، لما كان في انفلات امن بقى واللي كان عايز يعمل حاجه يعملها، فطبعا انا بنتحاسب عليها. فاحنا بنقول لا، يعني احنا بنطلب من الناس اللي محبوسه تخرج عشان نبدا صفحه جديده، ان الشباب دي يعني بقى لهم 9 أشهر في السجون، فدي اول طلب لينا، ان نطلب ان الناس تخرج، وفي نفس الوقت ان احنا نرجع المدرج بكل ادب واحترام، نخاف على بلدنا طبعا، مفيش غلط لا بجيش ولا بداخليه ولا بمؤسسات البلد، ان البلد يعني ربنا الله يكون في عونه، يعني الراجل البلد في انحدار، وهو على قد ما بيقدر يعني بيقدر، عايز الناس تقف على حيله وعايز الناس تشتغل وكده وكل حاجه، فبالتالي احنا لازم نساعده، يعني انا كشباب اولتراس او الناس الجروبات الاولتراس المفروض تساعده، نقف ما نخاف على بلدنا، ما نغلطش في اي حد، مؤسسات البلد دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا بنطلب من الداخليه، نطلب من الداخليه تحترم شباب الاولتراس في الدخول المدرج، ما فيش تجاوزات تحصل منهم. قبل الثوره كان في تجاوزات من الداخليه كتير مع الشباب، كان في مشاحنات بيننا وبين الداخليه عشان كانت المعامله يعني ما كانتش غير ادميه، ده الكلام ده قبل الثوره. دلوقتي بقى لنا 4 سنين ما دخلناش مدرج، فاحنا بنطلب ان هم يكون في احترام، هم يحترمونا نحترمهم، تفتيش يفتشوا اللي هم عايزينه، اي ممنوعات طبعا ممنوع، احنا نمشي كويسين وما فيش مشاكل. فدي المطالب يعني، ولينا مطالب تانية برضه هنقعد ان احنا يعني حاجات كده برضه يعني ايه بقى، تبقى بدايه عهد جديد بقى، ان نرجع المدرج بادب واحترام، مفيش مشاكل ولا اي حاجه دي كده.